الجزء اللي هو ال 31 مليار التحتانيين دول اللي هم حوالي اول 60 متر من السد من منسوب 85 لمنسوب 147 تقريبا، التربينات فوق منسوب ال 147، يعني الجزء ده احنا لا نستفاد منه. الجزء ده الحقيقه معدلات المواد الرسوبيه اللي بتنزل اقل بكثير مما كانت منتظره، يعني بدل 200 سنه على الاقل 500 سنه عقبال ما هذه المنطقه تملأ بالمواد الرسوبيه. طب يعني احنا لا دي معلومه مهمه، يعني كده نعم. السد العالي بريء من تهمه ان هو كان سبب في ان خصوبه الارض قلت نتيجه، لان لو معدلات الترسيب عاليه نعم. معنى كده ان الارض هتبقى معدل الخصوبه بتاعها بيقل اسرع. نعم. فهذا الاتهام نقدر نقول ان هو كان اتهام مش يعني اقل حتى مما قيل، يعني قال ان هو السد العالي من الاسباب الرئيسيه ان نسبه خصوبه الارض في مصر لا قلت. لا هو ده اتهام صحيح، وده لجميع سدود العالم مش السد العالي بس. لان المواد الرسوبيه ديت كانت فعلا هي اللي بتخصب الارض، وبالذات في ري الحياض. كانت المواد الرسوبيه دي عندنا بالذات في الصعيد تقوم نازله تعمل طبقه فلوقانيه، الطبقه دي بتبقى زي السماد. زي السماد اللي هو الطمي. فارض بقى ارض بكري يعني، فايه لما تزرعها بتدي محصول اعلى. انما الحقيقه السد تقدير هذه المواد كان اكتر بكتير من الحقيقه. فمعدل الهبوط هذه الرسوبيات في المنطقه بتاعه التخزين الميت اقل من المعدلات بكثير، وده يقول ان عمر السد ان شاء الله الافتراضي سيزيد كثيرا عن العمر اللي هو ال 200 سنه، وقد يزيد عن 500 سنه حتى تمتلئ المواد الرسوبيه دي تملأ الخزان. فده احنا